أبطال ألوية العمالقة يصعدون في أعالي هذه الجبال الشاهقة. هم أبطال ألوية العمالقة. ألوية العمالقة بعد من جهة الحوثي في أعالي القمم والجبال والتباب. الله أكبر. هم الأبطال يتقدمون على مواقع العدو. هذه مطار السم وبداخلها أحد أبطال ألوية العمالقة في أعالي التباب. هذا جبل ضاحة شقير المطلة على مديرية حريب وادي حريب. على مطار السم. هذه مطار السم. مدارس الحوثي اليوم أصبحت بيد ألوية العمالقة. هذا واحد مطار السم. وبغى يأكلهم. الذي تبقى منهم.